عن رصد هلال شهر رمضان بين رؤية العين وعلم الفلك، وعن إن كان هناك تناقض بين رؤية العين والمراصد الفلكية المنتشرة كذلك وبيانات علماء الفلك، وما سبب هذا الاختلاف خلال هذا العام بين الدول الإسلامية في موعد رصد هلال شهر رمضان. يلتحق بنا على المباشر دكتور جمال ميموني، رئيس جمعية الشعرى ورئيس الجمعية الإفريقية لعلم الفلك. مرحبا. شكرا. بداية، كيف هي يعني أحوال الرصد أمسية اليوم دكتور جمال ميموني؟ هل يمكن بالفعل رؤية هلال شهر رمضان بالعين المجردة، أم أنه يمكن رؤيته بأجهزة أخرى تلسكوب مثلا، وفي أي مناطق بالضبط يمكن الرصد؟ شكرا. فعلا اليوم هو يوم 29 من شعبان بالنسبة للجزائر، وستحرى هلال هذا الشهر، هلال رمضان، قلت شعبان، نعم، هلال رمضان إن شاء الله هذه الليلة. فمن ناحية الفلكية، حسب كل معايير الفلكية المعتمدة، المدة بين حدوث الاقتران الذي كان في الصباح باكرا الساعة 3:30 صباحا ووقت الرصد بعد المغرب تاع اليوم غير كافي لكي يتشكل الهلال ويمكن رؤيته. على هذا الأساس، ونقول كل المعايير المعتمدة عالميا، فمن الأساس ينبغي علينا أن نكتمل شعبان 30 يوما، ومن المفروض أن يكون أول رمضان دكتور جمال إن شاء الله. دكتور جمال، نتفق في شيء، أنت قلت الاقتران، هل هذا يعني أنه هلال شهر رمضان ولد فعلا صبيحة اليوم فجر اليوم؟ الولادة هي ولادة فلكية، معنى أنه يحدث حدث الاصطفاف بين الأجرام الثلاثة، القمر والشمس والأرض، صبيحة اليوم فعلا، ولكن في وقت الاقتران لا يمكن رؤية الهلال، لم يتكون الهلال بعد. الهلال القمر يواجه الشمس، ونحن نرى خلف القمر كل شيء مظلم. ينبغي أن ننتظر بضع ساعات لكي يبدأ يبتعد القمر من الخط أرض الشمس ويبدأ يتكون الهلال. جيد، بهذا المعيار، بما أنه كان الاقتران خلال صبيحة اليوم خلال الفجر، أنت قلت ننتظر ساعات، معناها إلى حين رصد أمسية اليوم ممكن يتكون الهلال. نعم، لكن غير كافي حسب كل معايير الفلكية. المدة بين الاقتران والرصد يعني غير كافي على الإطلاق لرصده. هذا إجماع المجتمع الفلكي أنها غير كافي من التدوينات الفلكية على مر القرون، لا يمكن، وفعلا لا يمكن بالنسبة للعالم العربي، وفقط يمكن بالتلسكوب من الجزائر، المغرب، موريتانيا والسودان. أما بالعين المجردة ينبغي أن نلتحق بأمريكا لكي يمكن الرؤية بالعين المجردة في هذه الليلة. إذا كان بالعين المجردة فقط بدون استعمال آلات الرصد، فالعلم الفلك يقول أن مستحيل الرؤية في هذه الليلة. طيب، بمعنى أنه تحديد هلال شهر رمضان ممكن فعلا اليوم، لكن باستعمال تلسكوب. نعم، إذا استعمل التلسكوب في احتمال رؤيتي، لأن حتى بالتلسكوب مستصعب، ولكن بدون التلسكوب كل معايير تقول أنها يعني مستحيل، لم يحدث تاريخيا أن هلال بهذا المدة القصيرة يعني قد رصد بالعين المجردة. طيب، فيه صور فقط اليوم من مراصد المملكة العربية السعودية مع زملاء فقط لو نرصدها، نعلم أنه رصد يكون بالعين المجردة. فيه صور تثبت أنه يتم استعمال التلسكوب هكذا للرصد، فقط الصور وليس الفيديو. طيب، جيد، طبعا واصل نقطتين. دكتور، نحن نستمع. تلسكوب، استعمال تلسكوب في الرصد. نعم، تلسكوب هي أولا طبعا الرصد الفعلي كان بالأمس، وبالأمس حتى بالتلسكوب كان غير ممكن. ثانيا، عادة يستعمل التلسكوب ممهدا للرصد بالعين المجردة، حتى ولو يسمح لهم بذلك، إذا حتى الرصد بالتلسكوب مقبول عند المحاكم الشرعية. عندنا في الجزائر هذا غير وارد، يكون الرصد فقط بالعين المجردة. لكن أؤكد أن ما رصد هما يعني سيصومون غدا اليوم الأول رمضان بناء على عدم رؤية الهلال بالأمس الذي كان عندهم 29 من شعبان. أتموا شعبان 30 يوما، فعليهم فعلا أن يبدأوا رمضان غدا بالضرورة.
طيب دكتور جمال ميموني، فيه بعض من الدول تعتمد على حسابات فلكية، مثلا فرنسا أعلنت يوم أمس، أعلن مسجد باريس الكبير عن موعد يوم رمضان اللي هو يوم غد الثلاثاء، فيه عدد كذلك من الدول، تونس أعتقد، مصر. ما معنى هذا الحساب الفلكي، يعني الاعتماد بداية شهر رمضان؟ طيب، هم مصر وتونس ليس بناء على الحساب، وإنما بناء على اكتمال شعبان مثل السعودية. أما البلدان أو الجاليات الإسلامية في أوروبا عموما تتبع الفقه التركي إن صح التعبير، الذي يقول أن إذا رصد الهلال أو إذا كان بإمكان رصد الهلال، بإمكان فقط، مش ضروري يتم فعلا، في أي بلد من البلدان غربا الذي نشترك معها في جزء من الليل، فيكفي لإعلان إتمام الشهر وأن يكون اليوم الموالي بداية الشهر الجديد. بناء على هذا الشيء، لأن الجاليات ما عندهمش المتسع كما احنا وين نقدر نعلن الأشياء وينتظر الناس حتى الساعة المتأخرة من الليل، بناء على هذا الشيء هما يعتمدوا الحساب بيد المفهوم، الحساب الذي يقول أن إذا كان فقط إمكانية، وإمكانية موجودة في من أمريكا، في أمريكا إمكانية الرؤية بالعين المجردة حتى بدون التلسكوب واردة، فبالتالي على الأساس يتم شعبان 30 يوما ويعلنوا مسبقا، ماشي فقط مسبقا، بداية الشهر بهذه يعني غدا إن شاء الله. بهذه الطريقة دكتور يمكن حتى حساب رمضان لأعوام أخرى، بما أنك تعتمد على حسابات فلكية ثابتة. بارك الله فيك، فعلا إذا اعتمدنا الحساب نستطيع أن نجعل تقويم فلكي هجري مثلا مسبق، ويكون بحق تقويم، لأن التقويم الذي ينتظر لابد الانتظار يوم قبل لكي نعلن الشهر الأيام تاع الشهر ليس بتقويم عملي، والتقويم افتراضي، تقويم ديني ولا شيء من القبيل، تقويم مناسبتي أو احتفالي، ولكن مش تقويم فعلي. إذا أردنا نعمل تقويم فعلي علينا أن نحل هذه المشكلة، ولا ننتظر الرصد لكي نعرف أيام تاع الأسبوع ونعمل إيه مواعيد. ولو أن الشرع يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، في بهذا الخصوص بالضبط دكتور جمال ميموني، هل هناك تناقض يعني يكون بين الرؤية بالعين المجردة وما بين الحسابات الفلكية وحتى الرصد الفلكي؟ حقيقة يعني قبل أن نذهب إلى هذا الحديث، كاين نص القرآن اللي هو أوضح، فمن شهد منكم الشهر فليصومه. ما هي الشهادة؟ هل هي رصد؟ فهذا أمر يعني فيها اختلاف، ومعظم العلماء الآن يتجهوا نحو فكرة أن الصوم المرتبط برصد الهلال ليس بالضرورة المعنى الذي ينبغي أخذه، والذي أوصلنا إلى هذا الارتباك والاختلاف في العالم الإسلامي كل سنة في بداية الشهر نية الشهر. فأنا كنت حتى في ندوة بالأمس مع علماء من البلدان الأوروبية، ووصلوا إلى فكرة أن يعني الحالة الأمة الآن وخاصة الجاليات الإسلامية في أوروبا التي تحتاج إلى التثبيت والتحديد مسبقا، نسير نحو اعتماد الرصد الحساب دون انتظار ما يأتي به الرصد، الذي في كثير من الأحيان يختلط فيها الصحيح والخاطئ، وهذا قد يحدث بالليل مثلا. هنا نعرف يقينا أن لا يمكن رؤية الهلال بهذه المساء، هل يعني سنعتمد رؤية مشبوهة فيها كما يحدث في كثير من الأحيان من ولاية الجنوب لالتحاق نوعا ما بالإجماع العربي؟ أو إذا كنا صادقين مع أنفسنا، أنا قلت كل تقارير الرصد إذا ظهر في الليل ما ترفض لأنها مخالفة للعلم الذي أصبح قطعي في يومنا هذا. طيب، يعني مع كل هذا الجدل فيما يخص الرؤية بالعين المجردة والاحتكام للعلم واحتكام لعلم الفلك، تعتقد أنه يمكن الوصول يوما ما لتوحيد الرؤية في كامل الدول الإسلامية بما يسمى توحيد المطالع هكذا؟ يمكن إذا كان هناك إرادة قوية من الجهات الشرعية وحبهم للأمة، يعني نقص في الحب للأمة ليجعلهم كل واحد ينفرد ويتبع
بعض فتاوي محلية ولا وطنية على حساب هذه الوحدة التي نرغبها لهذه الأمة، ونظن الطريقة الوحيدة هي الاعتماد على ما أعطانا العلم من الحسابات، حسابات المؤازرة بالرصد المسبق. لما قلنا الحساب، ما نقصد بالحسابات هي أن هناك إمكانية الرؤية في بلد آخر، وهذه تحسب بالحساب، دونك يعني، ولكن مبني على الرؤية. إذا بقينا مع الرصد بالعين المجردة وكل الاختلافات وأشياء، سوف لا ننتهي أبدا، ونكتمل هذا القرن بالاختلافات اللانهائية بشكل بداية ونهاية دكتور رمضان. في الأخير نؤكد أنه يمكن رصد الهلال، في إمكانية رصد الهلال أمسية اليوم من جنوب الجزائر بالتلسكوب، هذه هي فكرتكم؟ نعم، وطبعا في آخر المطاف طبعا اللجنة هي التي ستصدر الحكم النهائي بشأن بداية رمضان ونهاية رمضان. هذا كل ما تكلمنا اعتبارات عامة، ولكن القرار في يد لجنة الأهلة الوطنية التابعة لوزارة الشؤون الدينية. تبقى الكلمة الأخيرة كما قلنا اللجنة الوطنية للأهلة للمواقيت الشرعية المخولة يعني بالإعلان عن غرة شهر رمضان ككل موعد، هذه هي الفكرة. يعني نحن نتحدث في أمور علمية، لكن تبقى هذه اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية المخول الوحيد للإعلان عن بداية شهر رمضان. طبعا شكرا جزيلا لك دكتور جمال ميموني، رئيس جمعية الشعرى لعلم الفلك ورئيس الجمعية الإفريقية لعلم الفلك، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.